بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله ده توتوريال رقم 7. بنتكلم عن حاجتين، عن الكاباسيتي والليفل او اي اوف سيرفيس. اول حاجه الكاباسيتي، ايه هي الكاباسيتي؟ قال لك دي الماكسيمم اورلي فلو ريت، اقصى فلو ريت موجود ايه عندي. الاقصى فلو ريت ده عند المفروض عند سيكشن معين. احنا الماكسيمم فوليوم ده يعتبر بيعبر لي عن الماكسيمم فوليوم اللي الطريق ده يقدر يشيله. طب الماكسيمم فوليوم اللي الطريق هيقدر يشيله ده كل واحد بيبقى شايفه من وجهة نظر معينة. بمعنى يعني ممكن واحد يقول لك ان اقصى فوليوم الطريق يقدر يشيله ده، ان ده اللي هو اقصى عدد عربيات هتمشي مثلا بسرعة 80. ممكن واحد يقول لك ده عبارة عن اقصى عدد عربيات تمشي بسرعة 100. ممكن واحد يقول لك اقصى عدد عربيات تمشي بسرعة 20. فبقى الموضوع مختلف عليه، ملوش حاجة ستاندرد. فبالتالي قال لك خلاص احنا بدل ما ان احنا نستخدم الكاباسيتي نستخدم حاجه اسمها الليفل اوف سيرفيس. قال لك ايه الليفل اوف سيرفيس ده؟ قال لك ده مستوى الخدمه اللي انا عايز العربيه تمشي عليه. يعني ايه مستوى الخدمه؟ يعني انت مستوى الخدمه الطريق ده، كل الطريق ده هقسمه لحاجه اسمها اي وبي وسي ودي، دي مستويات خدمه. كل مستوى من دول بيعبر ايه عن حاجه. يعني لو الطريق كويس قوي يبقى ده مستوى الخدمه بتاعه ايه، لو الطريق وحش قوي يبقى مستوى الخدمه بتاعه ايه دي. طب مستوى الخدمه ده من وجهه نظر مين؟ قال لك ده من وجهه نظر القائدي بتاع الفيكل نفسها. بعد كده تاني حاجه قال لك ايه؟ قال لك خلاص دلوقتي عندنا حاجه اسمها ايديال كونديشنز. ايه الايديال كونديشنز دي؟ هو جه عمل ايه؟ هو جه جمع البارامترز اللي بتاثر على الكباستي. يعني ده لو ده طريق، جمع كل البارامترز، الحاجات اللي بتأثر لي على الكباستي او الفوليوم بتاع العربيات الموجودة على الطريق. حلو. وقال لك عندي حاجة اسمها ايه؟ ايديال كونديشن. لو البارامترز اللي هو جمعها دي، لو البارامترز دي كلها اتوفرت، يعني لو البارامترز او الايديال كونديشنز دي كلها اتوفرت في الديزاين بتاعي، يبقى اللين بتاعت الطريق دي تقدر تشيل اقصى فوليوم او اقصى كباستي ليها. طب افرض ما توفرتش، او انها اكيد مش هتتوفر. قال لك خلاص لو ان هي او حاجه من دول مش متوفره، هنبتدي نقلل سرعه العربيات في الديزاين سبيد اللي انا هصمم عليها. ايه بقى الايديال كونديشنز دي؟ قال لك احنا كده اتفقنا ان الايديال كونديشنز دي شويه الكونديشنز دي اللي لو اتحققت العربيه هتمشي باقصى اللين هتقدر تشيل اقصى كباستي ممكن ايه تقدر تشيلها اللين. حلو. فقال لك الايديال كونديشن دي كالتالي: ان اللين ويدث تكون ب 12 فيت، عرض الحاره تكون ايه ب 12 فيت. جميل. عندي حاجه هنا قال لك اللاترال كليرنس يكون اكبر من او يساوي 6 فيت. طب ايه اللاترال كليرنس ده؟ الطريق عندك، الطريق عاده بيكون فيه، ده الطريق وليكن ادي متقسم، ايه ادي حاره وادي الثانيه. الطريق بيكون فيه حوالي نص حاره بتكون مثلا على يمين الطريق، او احيانا بتكون على يمينه وشماله على حسب هو في جزيره في النص ولا لا. النص صحراء دي بنسميها النص صحراء دي ايه وظيفتها اصلا؟ دي بتبقى نص صحراء عشان الخدمه. لو عربيه وقفت، عربيه عطلت، تقدر تركن في النص صحراء دي. النص صحراء دي بنسميها حاجتين، يا اما ان انت هتقول عليها شولدر، او بنسميها لاترالي كليرنس، مسافه لاترال بتبقى ايه فاضيه على مدار الطريق كله. قالك اللاترال كليرنس دي احنا الطبيعي بتاعنا بناخدها بنص حاره، يعني الحاره اللي عندنا الستاندرد ب 12 فيت، فالمفروض دي ب 6 فيت. قالك المفروض ما تقلش عن ايه؟ عن 6 فيت. ومن ضمن الايديال كونديشنز ان انا ما عنديش تراكس، ما عنديش باصز، ما عنديش ار فيز. مبدئيا تراكس اللي هي العربيات التراك، الباصز اللي هي الباصات. ايه الار فيز؟ الار فيز دي حاجه اسمها ريكريشنال فيكلز، دي اللي هي اصلا ايه؟ دي عربيات الرحلات. هي دي مش موجودة في مصر قوي، دي العربية اللي هي دورين كده، بتكون عربية ايه؟ رحلات. فهنسميها RVs ونتعامل معاها عادي. فطب ايه معناه ان انا ما عنديش تراكس وما عنديش باص وما عنديش RVs؟ ده معناه ان كل العربيات اللي موجودة على الطريق عربيات ملاكي. طب يعني ايه عربيات ملاكي؟ يعني باسنجر كار. حلو؟ جميل. قال لك الليفل جريد، الجريد بتاع الطريق يكون اصغر من او يساوي 2%. قال لك درايفرز ار فاميليار وذ ذا فري واي، ان الدرايفرز دول الناس اللي سايقين هم فاميليار بالطريق، هم سوا على الطريق ده قبل كده. ان السبيسنج بتوين الانترتشينجز، يعني ايه السبيسنج بتوين الانترتشينجز؟ وليكن ادي ده طريق، الطريق ده هنا مثلا فيه تقاطع،
وبعد كده في تقاطع تاني، المسافة ما بين التقاطع ده والتقاطع ده ما تزيدش عن ايه؟ عن 2 ايه؟ لازم أن تكون اكبر من 2 مايل، اللي هي المسافة بين كل تقاطع للتاني. وقال لك اخر حاجة الـ number of lanes يكون اكبر من 5 لكل direction. يعني الطريق ده غالبا بيكون تو واي، اتجاه رايح واتجاه راجع، فبيقول لك ان عدد الحارات ما يقلش عن 5 حارات للدايركشن واحد. يعني هنا يبقى 5 حارات وهنا يبقى على الاقل 5 حارات، وان ده يكون urban freeway. وهقول لك ايه urban freeway دي دي طرق. ولا خلينا نتكلم عنها. الـ urban freeway ده احنا الطرق عندنا مبدئيا عامه احنا عندنا درسين، درس اللي هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، احنا الطرق اللي هنتكلم عنها النهارده دي طرق اسمها فري واي. يعني ايه فري واي؟ يعني طريق حر. طب يعني ايه طريق حر؟ طريق حر ده ليه مواصفتين. اول حاجه انه بيبقى فيه جزيره في النص، يعني الطريق اهو ده اتجاه رايح ده اتجاه مثلا راجع، فيه جزيره في النص، دي اول حاجه. طب ايه تاني حاجه بتميز الفري واي؟ قال لك تاني حاجه ان اي تقاطع على الطريق، يعني مثلا وليكن طريق السويس، لو انت ماشي في طريق السويس وعايز ترجع تلف وترجع، مفيش اي تقاطعات سطحيه، التقاطعات كلها حاجه اسمها جريد سبريتد، انت بتاخد كوبري من على اليمين كده تاخد كوبري يروح نزلك الناحيه الثانيه. فلما بيبقى الطريق كل التقاطعات اللي عليه جريد سبريتد وفي جزيره في النص ده بنسميه فري واي. احنا عندنا انواع الطرق، فري واي ده اللي هنتكلم عنه النهارده، المره الجايه هنتكلم عن ايه؟ حاجه اسمها مالتي واي. جميل. طب ايه الاربن؟ احنا الطرق عندنا خلاص اتفقنا ان هي فري واي ومالتي واي. عندنا حاجتين، ممكن الطريق ده يكون اربن. اربن ده اللي هو طريق حضاري. يعني ايه طريق حضاري؟ يعني طريق مثلا في التجمع الخامس، طريق في القاهره الجديده، الكلام ده. وممكن يكون ايه؟ رولر. الرولر ده اللي هو ايه؟ طريق ان هو طريق بنسميه لو ده لو طريق في قريه او كده، ده اللي هو يعتبر اسمه مدق. بعد كده بنتكلم عن ليفل اوف سيرفيس. قال لك عندنا 5 ليفل اوف سيرفيس، ليفل اوف سيرفيس A B C D E. احسن ليفل اوف سيرفيس او احسن مستوى خدمه هو الاي، وكل ما بتقل مستوى خدمه الطريق بينزل. جميل. طب الليفل اوف سيرفيس ايه ده؟ قال لك احنا بنحسب الليفل اوف سيرفيس او مستوى الخدمه بتاع الطريق بالدنستي. طب ايه الدنستي؟ اللي هو كثافه العربيات. قال لك هنا الدنستي دي اقل من او يساوي 11 باسنجر كار بير مايل برلين. يعني في 11 عربية باسنجر كار في الميل الواحد في اللين الواحدة، وهكذا. كل ما الرقم ده طبعا يزيد كل ما مستوى الخدمة بيقلل، لأن الكثافة ايه؟ بتزيد. الأرقام دي ما تحفظهاش طبعا، الأرقام اللي هي بتاعت ايه؟ الليفل اوف سيرفيس. بعد كده بنتكلم عن أول حاجة، حاجة اسمها فلو ريت. ايه الفلو ريت دي؟ قال لك احنا اتفقنا ان احنا لما بنيجي بنصمم الطريق انا عايز بصممه على ان كل العربيات اللي ماشيه عليه باسنجر كار. قال لك الفلو ريت ده، ده الباسنجر كار ايكويفالنت فلو ريت، ده الفلو ريت الايكويفالنت الباسنجر كار. قال لك ده بيساوي الفي اللي هو الاورلي فوليوم، ده الفوليوم اللي موجود في الساعه على البيك اور، على البيك اور فاكتور. جميل. طب لما تقسم فوليوم على البيك اور فاكتور انت كده كانك بتجيب الديزاين اورلي فوليوم اللي هو كان اقصى فوليوم موجود اللي هو لما كان عندي كذا ربع ساعه، فده اقصى فوليوم موجود في الساعه اللي موجوده عندك. قال لك الان دي النمبر اوف لينز ايه؟ بير دايركشن. طب في حاجتين، اف اتش في واف سب بي. قال لك الاف سب بي دي، دي ادجستمنت فاكتور فور ذا افكت اوف درايفر. بمعنى مش انا كنت بقول لك ان من ضمن الايديال كونديشنز اللي موجوده، اللي انا لسه قايلينها من شويه، من ضمن الايديال كونديشن ايه؟ ان الدرايفر يبقى فاميليار وذ ذا فري واي، ان هو يبقى فاميليار بالطريق. جميل جدا. فدي بتاعت ده الفاكتور بتاع ان هو يبقى فاميليار بالطريق. قال لك هو لو هو فاميليار بالطريق هتاخده ايه؟ هتاخده فاكتور ده بواحد. طب هو لو مش فاميليار هتاخده بوينت ايه؟ 85. طب ده تمام. طب ايه الاف سب اتش في؟ قال لك دي adjustment factor for the effect of heavy vehicles. قال لك ده لو الطريق ماشي عليه heavy vehicles، ده الفاكتور، ده الفاكتور اللي بيحول لك ال heavy vehicles دي لباسنجر كار. احنا اتفقنا ان احنا ما بنشتغلش غير على عربيات ملاكي بس في الايكويشنز بتاعتنا، فده الفاكتور اللي بيحول لك من heavy vehicles لباسنجر كار. طب الفاكتور ده نحسبه ازاي؟ قال لك ال F sub H V بتساوي 1 على الكلام ده. الكلام ده عندك مجهولين، حاجه اسمها ال B sub T دي البرسنتج بتاع التراك، ودي البرسنتج بتاع الار فيز.
عندي قد ايه نسبة التراكس اللي موجودة على الطريق، وعندي قد ايه نسبة الار فيز اللي هي عربيات الرحلات اللي موجودة على الطريق. دي انا اعرفها منين؟ هتلاقيها هتعرفها من مسألة. طب في حاجة بس اسمها اي سب تي واي سب ار، هم دول اللي عليهم بقى الكلام كله. ده فاكتور بتاع التراك، وده فاكتور بتاع ايه الار فيز. الفاكتور ده ليه ثلاث طرق عشان نجيبه. اول طريقة نقدر نجيبه بيها ان هو يديك التايب اوف تيرين بتاع الطريق، يعني يقول لك الطريق ده هل هو ليفل مستوي، ولا رولينج اللي هو طريق هضبي، او ماونتينيوس اللي هو طريق جبلي. هو انهي من الثلاثه دول؟ على حسب هو انهي من الثلاثه دول هتجيب الاي سب تي اللي هو الفاكتور بتاع التراك، والفاكتور بتاع ايه الار فيز. طب جميل. طب افرض ان هو ما جابليش سيره الطريق، ولا ليفل ولا رولينج ولا ماونتينيوس. جميل، يبقى هيديكي سبيسيفيك ابجريدز. ممكن يقول لك ان الطريق ده ابجريد، والجريد بتاعه مثلا ايه ب 3%. يعني اذا الطريق ده طالع ابجريد والجريد بتاعه 3%، هتيجي هنا تدخل بالابجريد. هنا لو ابجريد اقل من 2، هنا من 2 لحد ال3، هنا يكون اكبر من ال3 لحد ال4، ومكمل. المفروض الجدول ده لسه ليه بقيه، بس انا واخد جزء منه. جميل. طب هنا مثلا الجريد بكام؟ ب 3. يبقى هنا من 2 لحد 3، ال3 معايا، يبقى انا ايه في الجزئيه دي. جميل. طب اللينس ده اعرفه منين؟ قال لك اللينس ده احنا كده كده لما بنيجي نشتغل على الطريق انا باخد سيكشن من الطريق كله، والسيكشن ده بدرسه. السيكشن ده ليه لينس، المفروض بيبقى مدولك. على حسب اللينس اللي هو مدولك للسيكشن ده هتبتدي تشوف انت ايه اللينس قد ايه، وتدخل ايه ما بين اي رقمين في دول. طب دخلت بده وده، تدخل خد بالك هنا البرسنتج اوف تراكس اند باصز. انت معاك البرسنتج بتاع التراك اصلا في السؤال، مثلا وليكن 10%، تروح جايب لي مثلا ايه رقم كده. ده الرقم ده بيمثل ايه الاي سب تي، ده الفاكتور بتاع التراكس. طب الاي سب ار بنفس الطريقه، معاك جريد ومعاك لينز ومعاك البرسنتج بتاع الار فيز مثلا وليكن ب 10% او 8%، تدخل تجيب ايه رقم. طب ده لو جريد ابجريد، يعني لو هو مثلا قال لك الطريق ابجريد ب 3 او 4 او ايا كان الرقم. طب افرض قال لك ان هو داون جريد، يعني لو قال لك ان الطريق ده نازل هتعمل ايه؟ قال لك لو هو قال لك داون جريد الاي سب تي بتخش تجيبها من الجدول ده. هتلاقي جدول ده 9.28، هتلاقي هنا مكتوب داون جريد، وهنا جريدز، وهنا اللينسز، وعلى حسب برسنتج اوف تراكس بتجيب الاي سب تي. طب بالنسبه للاي سب ار، قال لك الاي سب ار بقى في حاله الداون جريد بتعتبر الطريق ليفل ترين وتاخد الرقم. يعني انا اعتبر الطريق ليفل ترين واخد الاي سب ار، هنا الاي سب ار وليفل يعني ب 1.2، يعني ايه هتاخد الاي سب ار ب 1.2 على طول. ده لو ايه لو داون جريد. يبقى اذا احنا عرفنا لو داون جريد الاي سب تي هتخش تجيبها من الجدول، الاي سب ار ايه ب 1.2. طب جميل. طب دي اول حاجه حسبتها. قال لك تاني حاجه بتحسبها حاجه اسمها الفري فلو سبيد. ايه الفري فلو سبيد؟ قال لك الفري فلو سبيد دي اقصى سرعه تقدر الفيكل تمشي بيها. قال لك دي بتساوي حاجه اسمها البيز فري فلو سبيد. ايه بقى البيز فري فلو سبيد دي؟ مش انا كان عندي ايديال كونديشنز اللي انا اتكلمت عليها في الاول؟ الايديال كونديشنز دي لو هي متحققه كلها ايه اللي يحصل؟ تبقى العربيه ماشيه بالبيس فري فلو سبيد. يعني اذا البيس فري فلو سبيد دي السرعه لو الايديال كونديشنز كلها متحققه. قالك دي بتكون لو الطريق رولر ب 75 ولو الطريق اربان ب 70 مايل بير اور. جميل. يعني بيس فري فلو سبيد دي السرعه لو الكونديشنز كلها متحققه. طب لو الكونديشنز دي اي كونديشن فيها مش متحقق بنبتدي نعمل ايه؟ نطرح من السرعه دي. فلذلك قال لك البيس فري فلو سبيد ماينس الاف لين ويدث، يعني لو اللين ويدث مختلف هنطرح. اللاترال كليرنس هنطرح. الاف سب ان اللي هو الادجستمنت بتاع النمبر اوف لينز، الاف سب اي دي. يعني اذا في شويه حاجات هطرحها، شويه الحاجات دي لو الايديال كونديشنز فيها اي مشكله هتلاقي الارقام دي تبقى ليها فاليوز، بالتالي هطرح من السرعه اللي موجوده عندي رقم اقلل السرعه بتاعتي لان انا مش محقق الايديال كونديشنز دي كلها. اول حاجه الاف سب ال دبليو دي الادجستمنت فاكتور بتاعت اللين ويدث. جميل. طب الاف سب ال سي دي الادجستمنت فاكتور بتاع اللاترال كليرنس. طب الاف سب ان دي الادجستمنت فاكتور بتاع النمبر اوف لينز. طب الاف سب اي دي الادجستمنت فاكتور بتاعت الانترتشينج دنسيتي. احنا المفروض الكلام اللي انا قلته في الاول اللي هو الايديال كونديشنز دي المفروض كلها ايه تكون محفوظه. يعني انت المفروض تبقى عارف ان اللين ويدث ده ب 12 فيت، اللاترال كليرنس دي تكون اكبر من او يساوي 6 فيت، ان الاف سب ان النمبر اوف لينز ما يقلش عن 5 لينز لكل دايركشن.
طب الحاجات دي هجيبها منين؟ جميل، البيس فري فلو سبيد دي المفروض يا هتبقى معاك جيفن، يا اما هجيبها عن طريق نوع الطريق هو رولر ولا ايرمان. طب اول حاجه الاف سبلين ويدث، قال لك دي هتجيبها من الجدول. الجدول ده كالتالي، هتلاقي جدول اللي هو 9.29، اللين ويدث لو ب 12 اللي هو الايديال يبقى انا زيرو، مش هعمل اي ريدكشن في السرعه الموجوده عندي. طب وفرض اقل من كده، بتعمل ريدكشن بالارقام دي. طب الاف سبلاترال كليرنس، قال لك الاف سبلاترال كليرنس هي لو اكبر من او يساوي 6 فيت ما بعملش ريدكشن. طب لو اقل من كده هتعمل ريدكشن. طب وخد بالك في 2 و3 و4 و5، دول ايه؟ دول النمبر اوف لينز في الدايركشن الواحد، قال لهم 4 ولا 3 ولا 5 ولا كم لين بير دايركشن. طب ده كده جبت الفاكتور بتاع اللاترال كليرنس، بعد كده عايز اجيب الفاكتور بتاع ايه؟ النمبر اوف لينز. قال لك النمبر اوف لينز احنا الايديال بالنسبه لنا ان هم يكونوا 5 او اكتر، فلو هم 5 او اكتر بزيرو. طب لو غير كده بعمل ايه؟ ريدكشن، باخد رقم من دول. طب اخر حاجه الاف سب اي دي، قال لك ده الانترتشينج دنسيتي، عندي كام تقاطع في الميل الواحد. قال لك الانترتشينجز بير مايل لو هي اصغر من او يساوي نص هتاخد الرقم بزيرو، طب لو هي اكبر هيبقى ليها ارقام. الانترتشينجز بير مايل اللي هي عدد التقاطعات لكل ميل خد بالك منها، يعني ممكن يدي لك يقول لك ايه، يقول لك انا عندي واحد انترتشينج لكل ايه مايل. كده انت عرفت ان الرقم هتجيبه كام؟ باتنين ونص اللي هو الاف سب اي دي. ممكن يقول لك ان انا عندي واحد انترتشينج لكل 2 مايل، انا هنا الرقم المفروض بجيبه بير مايل. لو واحد انترتشينج لكل 2 مايل يبقى المايل الواحد في قد ايه؟ في واحد على 2، يبقى المايل الواحد في ايه؟ نص. يبقى تدخل هنا الفاليو ايه بنص، تجيب ايه؟ الرقم هيطلع بزيرو. فبالتالي هنا بقى الرقم ايه؟ بقى الرقم بنص. لما لقيته بنص هنا يبقى اصغر من او يساوي نص، فهتدخل تجيب اللي ايه؟ الريدكشن هيبقى ايه؟ بزيرو. ودي اخر حاجه الاف سب اي دي اللي هو بتاعت ايه؟ الانترتشينج. بعد كده انت من الخطوات اللي فاتت احنا حسبنا حاجتين، حسبنا كده الفري فلو سبيد، وحسبت في الخطوه اللي هي الاولانيه خالص الايه؟ الباسنجر كار ايكويفالنت فلو ريت او الفلو ريت عامه. دول ايه؟ الاثنين اللي احنا حسبناهم. تعالى بقى نشوف هنعمل نستخدمهم فيه. الاكس اكسس ده بيمثل الفلو ريت، الواي اكسس ده بيمثل حاجه اسمها average passenger car speed، وهنا ده الفري فلوي سبيد. ببساطة كده انت معاك حاجتين، معاك الفلوريد ومعاك ايه؟ معاك الفري فلو سبيد. هتدخل بالفلوريد وليكن الفلوريد ب 1200 والفري فلو سبيد مثلا ب 65، هتلاقي نفسك دخلت عند النقطة دي. تروح داخل شمال تبص هتلاقي هنا السرعة 60 65، يبقى اذا الافريج passenger car speed او الاس بكام؟ ب 65. هتلاحظ من الجرافات دي ان لحد يعني اول جراف مثلا عن سرعه 70 مايل بير اور، لو فري فلو سبيد ب 70 مايل بير اور لحد 1300 فلو ريت ثابته. يعني لو مثلا فلو ريت ب 1300 والسرعه ب 70، ده معناه ان ايه؟ الاس او الافريج كار سبيد بتساوي الفري فلو ريت. لا هنا برضو عن سرعه 65، سرعة 65 عند لحد 1450 هتلاقي رقم ثابت، بعد كده بيبتدي يتغير. يعني مثلا لو الفلو ريت مثلا بقى ايه؟ ب 1800. هنا لو الفلو ريت ب 1000 مثلا و800 ومع السرعة مثلا مع الفري فلو سبيد مثلا وليكن ب 65، تيجي 1800 مع 65 هتلاقي رقم قل، فتجيب تلاقي جاي عند النقطة دي مثلا، لأن ده الكيرف بتاع ال 65. تروح داخل بيه كده تجيب فاليو، هتلاقي الفاليو دي طالعه لك ما بين ال 60 وال 65 حوالي 63. ده كده ايه؟ الاس او الافريج كار سبيد، ده متوسط سرعه الباسنجر كار. طب بعد ما جبت متوسط سرعه الباسنجر كار، انا عندي جدولين، خد بالك الجدول ده لو الفري فلو سبيد بالمايل ايه؟ بير اور، والجدول ده لو ايه؟ لو هي بالايه؟ بالكيلومتر بير اور. طب بعد كده قال لك الدنستي دي بتساوي الفي بي الفلو ريت اللي موجود عندي على الاس. الفلو ريت هو معانا جايبينه، والاس دي لسه جايبينها دلوقتي. طب من الكلام ده هتعرف تقسمهم على بعض تجيب ايه؟ الدنستي. طب بعد ما جبت الدنستي عندك جدول هيتحدد عن طريقه ليفل اوف سيرفيس. لو الدنستي ما بين
الليفل اوف سيرفيس عندي A و B و C و D و E. من 11 لو وليكن الدنستي ب 8 او 9 او اي رقم اقل من 11 يبقى انت ليفل اوف سيرفيس A. لحد ال 11 انت ليفل اوف سيرفيس A. طب لو هي 12 باخد الاسوأ اللي هو ليفل اوف سيرفيس B. لو انا 15 لو انا 15 مثلا اللي هي ما بين A و B هاخد الليفل اوف سيرفيس B. قال لك من 18 ل 26 18 ليفل اوف سيرفيس B، 26 ليفل اوف سيرفيس C، 35 ليفل اوف سيرفيس D و45 ليفل اوف سيرفيس E. عندنا هنا كذا فري فلو سبيد، انت هتلاقي هي الارقام كلها واحده، يعني الارقام يعني الارقام هنا لو السرعه فري فلو سبيد ب 75 او 70 والجدول ده ليه بقيه او اي رقم تاني هتلاقي نفس الارقام بتاعت الليفل اوف سيرفيس، فمش هيفرق ايه السرعه بتاعتك انك تدخل على انهي واحد من دول. الكلام ده كله هيوضح اكتر في الاكزامبلز. خد بالك في كام نوت كده مهمه. اول حاجه ان الان اللي انا بشتغل عليها، انا هنا بصمم فري واي، واتفقنا ان الفري واي ده بيكون فيه جزيره في النص. الان اللي انا بصمم عليها دي النمبر اوف لينز بير ايه دايركشن، دي النمبر اوف لينز عدد الحارات اللي موجوده في الدايركشن واحد. طب لو انت رولر فري واي، احنا اتفقنا ان انواع الطرق يا اما اربن حضري يا اما رولر. قال لك لو انت رولر ما عندكش حاجه اسمها اف سب ان، فالاف سب ان بزيرو الكوركشن بتاع النمبر اوف لينز، سواء النمبر اوف لينز ده 5 6 7 او 1 حتى ما عندكش ايه الاف سب ان. قال لك تالت حاجه الفي او الفلو ريت ده بيكون بير وان دايركشن للدايركشن الواحد. واخر حاجه لو ان انت ان كيس انك في مساله وفي اي داتا ميسنج، قال لك اي داتا تبقى ميسنج معاك في المساله بنفرضها ايه؟ بنفرضها بالايديال. هنفرضها بالايديال. بعد كده بقى ايه، تعالى ندخل على المسائل نشوف الدنيا. بيقول لك determine the level of service of urban freeway section if the base free flow speed ب 70 mile per hour and the flow rate ب 725 passenger car per hour per ايه؟ per الفلو ريت ب 725 passenger car per hour per lane during the peak 15 minute period. بيقول لك the data are as follows: ال number of lanes 3 lanes per direction الواحد، ال lane width ب 11 feet، ال lateral clearance ب 3 feet، ال lateral clearance او shoulder، ال interchange density ب 1.5 يعني عندي تقاطع ونص لكل مايل، يعني في ال 2 مايلز عندي 3 تقاطع مثلا. هنشوف ايه هنعمل ايه. هو عايز هنا الليفل اوف سيرفيس. خد بالك وهنا مديك الفلو ريت، وكده وفر عليك جزء كبير جدا من السؤال. لو الطبيعي ان هو ما بيديكش الفلو ريت اللي انت عايز تطلعه، احنا عايزين نطلع، انا عندي حاجتين الفلو ريت اللي هو الفي سب بي والفري فلو سبيد. هو مديك الفلو ريت، تعال نطلع الفري فلو سبيد. قال لك الفري فلو سبيد دي بتساوي البيز فري فلو سبيد ماينس الاف لين ويدث ماينس الاف لاترال كليرنس ماينس الاف سب ان اللي هو النمبر اوف لينز ماينس الاف سب اي دي اللي هو الانترتشينج دي دنستي. اول حاجه البيس فري فلو سبيد هي دي، كده كده هو مديها لك ب 70 مايل بر اور. جميل، تعالى اول حاجه اللين ويتس. اللين ويتس هنا بكام؟ انت لو طلعت في المساله هو كان بيقول لك ان اللين ويتس ب 11. طب 11 تعالى ندخل الجدول بتاعها نجيب ايه الكوركشن. تعالى نرجع للجدول بتاع الايه اللين ويتس. اللين ويتس ب 11 يبقى الرقم هتاخده ايه ب 1.9. اذا انا جبت الكوركشن بتاعها ب 1.9. بعد كده الادجستمنت فاكتور للرايت شولدر، الرايت شولدر هنا كان مدالك بكام؟ ب 3 فيت. ترجع للجدول اللاترال كليرنس هتدخل هنا عند 3 فيت، وانت معاك النمبر اوف لينز كان ب 3 تجيب الرقم ب 1.2. جبت الرقم هنا ب 1.2 مايل بر اور، وهكذا في بقيه الحاجات الاف سب ان والاف سب اي دي تعرف تجيب الحاجات دي. بعد كده الفري فلو سبيد هي البيس فري فلو سبيد اللي هي معايا ماينس الريدكشنز نتيجه ان الحاجات دي مش ايديال. طرحت ايه كل واحد من دول اللين ويتس اللي هو 1.9 وال 1.2 والثلاثه والخمسه. جميل، من الكلام ده جبت الفري فلو سبيد. طب بعد ما جبت الفري فلو سبيد انا كده كده معايا الفي بي ومعايا الفري فلو سبيد. الفري فلو سبيد هنا بكام؟ بتعتبر ب 59، والفي بي اللي هو الفلو ريت ب 725. تعال ندخل بال 725 اللي معانا والفري فلو سبيد اللي هي ب 59 نجيب الاس. تعال ندخل على الجدول نجيب الاس.
الفري قلنا ب 59، 59 ده تقريبا هنا الفري فلو سبيد، والفلو ريت ب 750، 750 دي هنا هتطلع 59، دي تقريبا هنا قبل ال 60 اللي هو النقطة هنا. هتتخيل نفسك هترسم زي لاين موازي للاين ده. انت هتلاحظ هنا اصلا ان لحد 1600 الفري فلو سبيد هي الاس، لحد 1600. انا هنا الفلو ريت بكام؟ ب 750. ده معناه ان الفري فلو سبيد اللي هو ده معناه ان الفري فلو سبيد اللي هي ب 59 هي ايه؟ هي الافريج كار سبيد او الاس، الاثنين واحد. خلاص يبقى انا كده عرفت ان الاثنين بيساووا بعض، فقلت خلاص ان الاس بتساوي فري فلو سبيد بيساوي 58.9. بقى عايز احسب الدنستي، هي الفي بي على الاس، الفي بي معايا والاس معايا، قسمت الاثنين على بعض طلع لي 12.31 باسنجر كار بير مايل بير ايه بير ليل. طب انت عرفت ان انت ال 12.1، عايزين نعرف الليفل اوف سيرفيس. تروح تراجع كده داخل في الجدول، 12.1 دي ما بين ال 11 وال 18 دايما بنميل للليفل اوف سيرفيس الاقل، فكده انا ليفل اوف سيرفيس ايه بي. فروحت هنا قلت خلاص يبقى ليفل اوف سيرفيس ايه بي. ده اول طريقه من السؤال. تاني طريقه بيقول لك ايه، ديترماين، بيقول لك ديترماين ذا ليفل اوف سيرفيس اون ا ريجولار ويك داي on a 0.4 mile section. هو واخد section في الطريق، السكشن في الطريق ده طوله كام؟ 0.4 mile. حلو. of a 6 lane free way with a grade 2% using the following data. مديك ال hourly volume ب 3000 ومديك ال peak hour factor. بيقولك ال traffic composition، مديك ال trucks 12%، ال RVs 2%، ال lane width 11 feet، ال level بتاعك terrain، مديك الليفل تايب بتاع الارض اصلا هي ليفل، مديك البيس فري فلو سبيد ب 70 مايل بر اور، مديك ان الشولدر ويدث ب 6 والانتر تشينج سبيسنج المسافه بين التقاطعات ب 1 مايل. بيقول لك ان الدرايفر بوبيوليشن ادجستمنت الفاكتور ان هو هل هو فاميليار بالطريق ولا لا هو بواحد، يعني معناه ان هو فاميليار. من الكلام ده كل اللي انت محتاج تحسبه نحسب الفي بي. الفي بي ليها قانون، كل المجهول عندك هتلاقي الاف سب اتش في، الاف سب اتش في واحد على الكلام ده. كل المجهول عندك البرسنتج بتاع التراكس موجوده معاك، هو مدالك في السؤال البرسنتج بتاع التراكس بكام؟ ب 12%، والبرسنتج بتاع البي سب ار اللي هي البرسنتج بتاع الار في ب 2%، هي معاك ب 2%. يبقى اذا المجهول عندي الاي سب تي والاي سب ار، الاي سب تي والاي سب ار هنجيبهم ازاي؟ هو بيقول لك اننا الليفل، بيقول لك ان الارض دي ترين ليفل. يبقى اذا انا لو دخلت على الليفل هجيب الاي سب تي والاي سب ار. تعالى نرجع لجدول الليفل كده نبص ايه دي ممكن نجيبها ازاي. هتيجي على الجدول ده انت ليفل هتجيب الاي سب تي بواحد ونص والاي سب ار ايه ب1.2. خلاص انا كده دخلت على الجدول جبت الاي سب تي بواحد ونص وجبت الاي سب ار ب1.2. من الكلام ده هتعوض دايركت هنا هجيب الاف سب اتش في. انت كده البي سب تي كده كده هي مدالك في السؤال ب 12% فهتقول 12 على 100، والبي سب ار دي كده كده ب 2% فهتقول 2 على 100 اللي هي ايه 0.2. من الكلام ده جبت الاف ايه سب اتش في اديتك رقم. بعد كده عايزين نجيب الفي بي اللي هو الفلو ريت. الفلو ريت بيساوي الفي على البيك اور فاكتور في النمبر اوف لينز في الاف سب بي في الاف سب اتش في. الفي اللي هو الفوليوم هو مدولك ب 3000، البيك اور فاكتور معاك، النمبر اوف لينز معاك، الاف سب بي معاك، الاف سب اتش في معاك ايه 0.94. من الكلام ده هتجيب هيطلع لك 1251 باسنجر كار بير اور ايه بير ايه بير لين. كده انا جبت ايه الفوليوم اللي موجود عندي. طب جبت الفوليوم عندي حاجه ثانيه اللي هو الفري فلو سبيد. الفري فلو سبيد ده بيساوي البيس فري فلو سبيد ماينس شويه الريدكشنز. البيس فري فلو سبيد هو هنا مدالك في السؤال مديك البيس فري فلو سبيد ب 70 ماينس اللين ويتس. احنا هنا اللين ويتس هنا بكام؟ هنا اللين ويتس ب 11 فيت. هتدخل بال 11 فيت تجيب الريدكشن. اللاترال كليرنس وهنا اللاترال كليرنس مديك الشولدر ويتس ب 6 فيت، فاذا دي من الايديال، الايديال ان هو يكون ب 6 او اكتر، فخلاص بزيرو. الاف سب ان دخلت جبتها من الجدول، والاف سب اي دي دخلت جبتها برده من الجدول، جبت الريدكشن اهو. يعني انا مثلا ال اف سب ان اللي هو الريدكشن بتاع النمبر اوف لينز، انا هنا النمبر اوف لينز بكام؟ نمبر اوف لينز ب 3. هو بيقول لك ان هو 6 لين فري واي. اه خد بالك من نقطه مهمه،
هو بيقول لك هنا 6 لين فري واي، احنا بنشتغل ال ان دي بير دايركشن. طب معناها ايه 6 لينز فري واي؟ معناها ان كل دايركشن بيبقى ايه 3 ايه 3 لينز. فكده انا عرفت ايه كل دايركشن ايه كام. فانا كده عرفت ان انا عندي 3 ايه لينز بير دايركشن. تعالى بقى ندخل على الجدول نشوف هنجيب ايه، هنجيب الاف سب ان ازاي. ادي هتيجينا على الجدول ده، الجدول بتاع الاف سب ان، هنا 3 لينز بير دايركشن، يبقى هنا ريدكشن ب 3 مايل ايه بير اور. يبقى اذا انا عرفت الريدكشن ب 3 ايه مايل بير اور، تعالى ندخل نكمل الاف سب ان خدتها هنا ب 3. والاف سب اي دي نفس الكلام، هو هنا مديك بيقول لك عندك الانترتشينج سبيسنج بواحد مايل، هتدخل بالواحد مايل هتجيب ايه كده. انت عرفت ان سبيسنج ما بين كل تقاطع يعني في تقاطع كل مايل هتدخل بالرقم. تعالى اوريك برضه ندخل ازاي. يبقى اذا هنا بواحد هتدخل بالواحد تجيب الرقم طلع لك باتنين ونص مايل بير اور ريدكشن، تعوض بيه باتنين ونص، عوضت بيه باتنين ونص من الكلام ده، جبت الفري فلو سبيد باتنين وستين بوينت سكس مايل ايه بير اور. بعد كده انت معاك الفري فلو سبيد ومعاك الفي سب بي، هتدخل الجدول لقينا ان الاس هتساوي الفري فلو سبيد هتساوي 62.6 مايل بير اور. بعد كده الدنستي هي الفي بي على الاس، الفي بي معايا، الفي بي اللي هو الفلو ريت اصلا اللي هو انت حاسبه 1251 على الاس اللي هي 62.6. جبت الدنستي طلع لك ب 19.98 دي باسنجر كار بير مايل بير ايه بير لين. يبقى اذا انا عرفت ان انا عندي 19.89، يبقى انا كده من ما بين ال 18 وال 26. تعالى نبص في الجدول، ال 18 ده بي وال 26 سي، يبقى انا ما بينهم اخد الليفل اوف سيرفيس سي على طول. يبقى اذا انا الليفل اوف سيرفيس بتاعي سي. بعد كده بيقول لك ده تالت تايب من المسائل. المسائل دي بتيجي حاجه من الاثنين، يا اما ان انا بقول لك اديني الليفل اوف سيرفيس، او ان انا اقول لك الليفل اوف سيرفيس بتاع الطريق هو كذا وقول لي النمبر اوف لينز. هنا بيقول لك ديترماين ذا نمبر اوف لينز ريكوايرد فور ا فري واي سيكشن، السيكشن ده اللينس بتاعه 0.35 مايل اند a 4.5 جريد. if the section is to operate at level of service C, the following design features: ال V ب 3000 vehicle per hour، ال peak hour factor معاك، ال percentage بتاع trucks معاك، ال RVs معاك، ال base free flow speed معاك، ال lane widths معاك، lateral obstructions ما فيش، ال interchange spacing ب 3 ايه مايل. بس خد بالك هو بيقول لك ان هنا المسافه بين كل تقاطع وتقاطع، بس بيقول لك نو انترتشينجز وزين ذا سيكشن، يعني اذا السيكشن اللي انت واخده ده ما فيهوش انترتشينجز يعني عدد التقاطعات اللي فيه بزيرو. ماشي تعالى بالراحه كده نحسب الفي سب بي، الاف سب اتش، الاف سب اتش في بتاع الهيفي فيكلز، البرسنتج بتاع التراكس معاك ب 10%، البرسنتج بتاع الار فيز مدالك ب 2%، البرسنتج بتاع التراك دي هي اللي معاك، ودي البرسنتج بتاع الار فيز. الاي سب تي اللي هو الفاكتور بتاع التراكس ده هتجيبه ايه من الجدول. طب هتجيبه من الجدول بقى بناء على ايه؟ خد بالك وهل هنا اداك التايب بتاع الارض اللي هو ترين او كده؟ لا، بس اداك ايه؟ اداك ان جريد ب 4.5، هو مالكش هو اب ولا داون فبنعتبره اب. فاذا انت عرفت ان انت معاك اب جريد 4.5% والسكشن اللينس بتاعه 0.35 مايل لونج. تعال نبص في الجدول نشوف هنجيبها ازاي. مبدئيا هتيجي هنا الجدول، انا الرقم اللي معاك ده كان كام؟ كان 4.5. بصوا هنا الجداول مش كاملة فانا هقول لك حل تاني، هقول لك هنجيبها ازاي من الجدول ده. تيبل 9.26 ادي ده الجدول، انت الابجريد بتاعك، والابجريد بتاعك من 4 ل 5 ان هو ب 4.5، السكشن ب 0.35 مايل اللينس بتاعه، فانت عرفت ان انت ما بين 0.25 و 0.5، البرسنتج بتاع التراكس اللي كان موجود عندك كانت بكام؟ كانت ب 10%، فانت جيت هنا عند 10% فهتلاقي الرقم هنا طلع لك ب 2 الاي سب تي. والاي سب ار بنفس الطريقه هتدخل على جدول وتجيبها بنفس السيكونس اللي احنا عملناه ما بين 4 و 5، وهنا 0.35 اللينس ف 0.35 هنا ما بين ربع ونص، والبرسنتج بتاعت الار فيز ب 2% فيطلع رقم 4.
الكلام ده هتعمله، جبت ال two values الأولانية باتنين والتانية بأربعة، من الكلام ده جبت ال f sub h v. بعد كده تجيب ال v sub b، كل حاجة معاك، ال v volume معاك، ال peak hour factor، ال n، ال f sub b هو مديهالك، ال f sub h v انت لسه حاسبها. من الكلام ده جبت ال v sub b، انت هنا جبتها لعدد اللينز، هو هنا ال n ال number of lanes per direction، انا فرضت ان عدد اللينز كام؟ 2 lanes، واشتغلت. بعد كده افرض عدد اللينز 3 لينز واشتغل، جبت رقم لل v sub b. بعد كده فرضت ان عدد اللينز 4 لينز وجبت رقم ايه؟ لل v sub b. طب بعد كده تاني حاجة ال free flow speed، هي ال base free flow speed minus ال f lateral، ال f بتاع اللين ويتس، هو هنا مش مديك لين ويتس فخدته بزيرو كانه ايديال، lateral clearance مفيش خدته بزيرو ايديال، ال f sub n وهي هنا ال n ب 2 عملت لها، دخلت على الجدول جبت الفاكتور بتاعها طلع ب 4.5، الاف سب اي دي اللي هو الانتر تشينج، هو هنا بيقول لك ما عندكش انتر تشينجز فخدته ايه؟ بزيرو. من الكلام ده 70 ماينس، هتلاقي ما فيش غير 70 ناقص 4.5 اديتك كام؟ 65.5 مايل بير اور. بعد كده لو عدد الحارات 3 دخلت جبت الاف سب ان برقم، جبت ايه؟ الفري فلو سبيد. بعد كده لو عدد اللينز ب 4 هتدخل تجيب رقم ال f sub n هيديك 1.5، جبت ايه؟ الفري فلو سبيد. طب من الكلام ده انا بقى معايا لكل عدد حارات، كل عدد حارات معايا الفري فلو سبيد بتاعها، انا معانا كل فلو ريت. من الكلام ده انت بقى معاك لكل عدد من الحارات لما ال n بتساوي 2 معاك حاجتين، معاك الفري فلو سبيد ومعاك الفلو ريت بتاعها، تعرف تجيب ال s. ومعاك لما ال n ب 3 الفلو الفري فلو سبيد معاك والفلوريت معاك، تعرف تجيب الاس، ولما ال n ب 4 تعرف تجيب الاس. انا لما دخلت على الجدول لقيت ان فيهم كلهم ان الاس بتساوي الفري فلو سبيد، لان انا ما وصلتش للحته المايله في الكيرف، كنت دايما قبلها، فلقيت ان الفري فلو سبيد بتساوي ايه؟ بتساوي الاس. اخر حاجه الدنسيتي، تاخد كل في بي من دول تقسمهم على الاس يديك الدنسيتي، كل في بي تقسمها على الاس يديك دنسيتي، في بي على الاس يديك دنسيتي، ده لكل اي عدد من الحارات. طب من الكلام ده خلاص بكل density من دول، يعني اول density دي 28، ال 28 دي تدخل على الجدول تشوف ال level of service، وانا نشوف ال level of service، وانا نشوف ال level of service، لقيت ان انا عند حارتين ال level of service دي، عند 3 حارات ال level of service سي، عند 4 حارات ال level of service بي. جميل جدا. طب اسلكت انهي، هو كان عايز في المساله required level of service سي، يبقى اذا انا هاخد ايه؟ عدد الحارات بايه؟ ب 3. طب وليكن ان انت طلع لك عند ليفل اوف سيرفيس لما ال n ب 2 دي دي، ولما ال n ب 3 طلع لك سي، ولو ما ال n ب 4 طلع لك برضه سي، هتعمل ايه؟ طبعا المور ايكونوميك انك تاخد عدد الحارات ايه؟ الاقل. وشكرا جدا لاستماعكم.